الرجولة حاجة والذكورة حاجة، الرجولة بخلاف الذكورة، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. في ناس لما اتكلمت على الرجولة من أهل اللغة أو من أهل البلاغة أو من أهل الأدب، فمنهم من وصفها بالشجاعة، الرجولة يعني الشجاعة، منهم من وصفها بالبطولة، منهم من عرف الرجولة بأنها إكرام الضيف، اللي عنده إكرام ضيف ده هو ده الراجل يعني، ومنهم من وصفها بالضخامة، واحد كده بيبان عليه كده ان هو طول بعرض بارتفاع، قالوا بقى ده الراجل ده. فتناولوها من اكتر من باب، لكن الحقيقة ان هذه ذكورة وليست رجولة، والذكورة حاجة والرجولة حاجة، وليس كل ذكر رجل، وانما كل رجل ذكر. والقرآن فيه هذا المعنى، ففي أكثر من موضع في القرآن حدثنا الله عز وجل عن الرجولة والرجال، وليس كل موطن فيه حديث عن الرجولة أو الرجال مقصود به صفة الرجولة، وإنما أحيانا يبقى مقصود النوع، يعني راجل بمعنى ذكر نوع وكده، يعني إنه راجل. وهناك آيات تحدثت عن الرجولة بمعنى فيه صفة الرجولة، فمثلا في الخلق أو في توزيع الإرث في مسائل الميراث، يقوم ربنا عز وجل يجيب لنا سيرة الرجال، هنا المقصود نوعهم يعني، فمعنى كونه رجل يعني نوعه ذكر يتميز عن الأنثى، هيبقى ليه إيه والأنثى لها إيه. فيقول الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الرجولة هنا ايه؟ صفة؟ لا، ده الرجولة هنا نوع. فالمعنى للذكور نصيب مما اكتسبوا وللإناث نصيب مما اكتسب. وقول الله عز وجل في أول آية من سورة النساء، قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، المقصود ها هنا أي نوع، فرجالا ها هنا بمعنى ذكورا كثيرا وإناثا، النوع الكلام على الخلق هنا، وليس المقصود وبث منهما رجالا يعني في الصفة يعني فيهم الرجولة يعني، لا 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 لا، ده نوعهم ذكور. فالكلام ها هنا معنى الرجولة هنا معناها النوع بس، لكن في بقى آيات تانية بقى فيها الرجولة رجولة يعني، رجولة بمعنى رجولة، اللي هي اللي أنا بتكلم عليها الحلقة دي والحلقة اللي فاتت لو أنت كنت سمعتني فيها، اللي أقصدها اللي الرجولة الحقيقية، الرجولة التي يرضاها الله، الرجولة الإيمانية، وهذا ما ارتضيناه مع بعضنا كمصطلح، وقلت لك إن المصطلح ده أنا ما اخترعتوش، وإنما المصطلح ده أنا استنبطته من كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.